فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ينتشر في هذه الأيام وعبر وسائل التقنية الحديثة التواصي بالاستغفار والتوبة في نهاية العام الهجري والتهاني بقدوم العام الجديد. كل هذا بدعة، ولا في عام جديد، ما في عام جديد، هذا اصطلاحي، هذا اصطلاحي، ما هو بعام جديد. كل يوم يمكن تكمل عام من عمرك، كل يوم، كل شهر، كل أسبوع، حسب مولدك، ويتقيد بشهر المحرم. إنما هذا أمر اصطلاحي. عمر رضي الله عنه استشار الصحابة، لأنه يأتيه مكاتيب من عماله ما أرخت ولا يدري متى كتبت، فاستشار أصحابه، وكان تقويم الميلاد موجود، لكنهم ما يريدون تقليد اليهود والنصارى، فاجتمع رأيهم على أن يؤرخوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم حدث في الإسلام، فجعلوها بداية للتاريخ الهجري للمصلحة ولحاجة، فلا يخص العام الهجري، لا يخص بتهنئة ولا يخص بدعاء ولا يخص، نعم، لأن هذا ما ورد، فهو بدعة، نعم.